تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح الصحة والسعادة مستمعينا الأعزاء، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ومثل ما عودناكم دائما أول فقرة من فقرات البرنامج فقرة الأخبار، واليوم عندنا خبر تحت عنوان هولندا تبتكر طريقة غريبة للكشف عن فيروس كورونا. أما مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. فقرة التغذية لهذا اليوم مستمعينا عن الصيام وأثره على الصحة من ناحية الغذاء، وبتكون معي عبر الهاتف الأستاذ سهى نوفل، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معها اليوم عن الأنماط الغذائية السليمة وكيف تساعد أو يساعد شهر رمضان المبارك في تحسين حالتنا الصحية، وأيضا بيكون حديثنا معها عن الفوائد الصحية التي نحققها في هذا الشهر، وأيضا بنتعرف إلى قائمة الغذاء السليم والأغذية السليمة التي علينا أن نتبعها خلال ما تبقى من الشهر، وكيف أيضا نتحول من نمط غذائي غير سليم إلى نمط سليم يعزز الصحة العامة. وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا عن خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال، وبتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة سلطان العلماء، استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي، وأيضا حديثنا معها عن منظومة الرعاية الصحية الخاصة بالطفل في هيئة الصحة بدبي، وأيضا عن مجموعة الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمحافظة على سلامة وصحة وحياة الطفل، وأيضا عن البرنامج الوطني للتطعيم وأهدافه، وبنتحدث معها أيضا عن أهمية التطعيم اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لتعزيز وقاية الأطفال ضد الأمراض، وحديثنا أيضا عن أهمية الالتزام بمواعيد التطعيمات بشكل عام. فهي كلها فقرات برنامجنا متنوعة على هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا والحديث مع الضيوف مباشرة على الأرقام 600-551-14 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء، ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخي عبد الله، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية أختي أسماء. وشو المستجدات اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن المستجدات الموجودة والأشياء اللي كنا ناشرين في قنوات التواصل الاجتماعي،
أول شيء توصل وايد أسئلة إذا كانت أنا أخذ مجموعة كثيرة من الأدوية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي، هل أستطيع أخذ اللقاح؟ الإجابة هي نعم، ممكن أخذ اللقاح. والحالات اللي هي ما تأخذ اللقاح وايد يعني قليلة جدا جدا، واللي هم اللي يأخذون نسبة عالية من الكورتيزون وغيره. لكن الجواب موجود أيضا بالتفاصيل في حساب هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن الأسئلة اللي توصلنا بشكل مستمر، هل يمكنني تغيير نوع اللقاح بعد حصولي على الجرعة الأولى أو الجرعتين من نوع آخر؟ الجواب هو لا ينصح بأخذ أكثر من نوع واحد من اللقاح ضد مرض كوفيد. حتى الآن يحدد المدة، لا يوجد ما يحدد المدة الفاصلة والآمنة لأخذ نوع آخر من اللقاح. أيضا من ضمن الأشياء الحين فترة تجهيزات العيد وضعنا نصائح وقائية للحصول على الخدمات الخاصة بصالونات الحلاقة والتجميل. إذا كانت يعني الفيديو فيه تفاصيل كثيرة، إذا كان الشخص أو يعني للاثنين صالونات الحلاقة وصالونات، إذا حابين يروحون صالون شو الأشياء لازم يسوونها كمتعاملين لحماية أنفسهم، وأيضا اللي يسوون الخدمات المنزلية شو الأشياء لازم يسوونها عشان صحتهم وسلامتهم والوقاية من أي مرض مثل كوفيد. أيضا من ضمن الأشياء اللي كانت وصلنا عن كوين ممكن واحد يحصل سينوفارم، سينوفارم الآن متوفر مجانا في المستشفيات الخاصة في دبي. أيضا الأشخاص اللي يقولون وين موجود فايزر في دبي، لقاح فايزر متوفر في مركز في مراكز هيئة الصحة بدبي، ومن يدخلون التطبيق ممكن أنهم يشوفونه. دائما ننصح الأشخاص اللي يدخلون مو بس يضغطون على موقع واحد ويشوفون لسه ما في موعد وخلاص إنه قالوا ما في مواعيد، يدخلون على المواقع الأخرى إنه يشوفون، يعني في وايد مواعيد تكون عادي يطلع لهم اليوم الثاني أو باشر. فننصحهم دائما إنهم يدخلون أكثر من موقع وأكثر من لوكيشن عشان يأخذون الموعد. المواعيد الحمد لله كلها متوفرة، بس نحتاج إن الواحد يسير ويأخذ الموعد. هي عبارة عن يمكن ضغطتين بالتطبيق والموعد يكون يعني خلاص ماخذينه وحسب الوقت اللي يناسبهم. تقريبا هالأشياء اللي يعني نحن صارت خلال عطلتنا هذه الأسبوع، نحاول كل ما نقدر نحن نجاوب على كل الأسئلة اللي توصلنا من قبل الجمهور، ونحن دائما موجودين في كل قنوات الاتصال لخدمتهم. تقريبا هذا كله، ونتمنى لهم الصحة والسعادة. شكرا أختي أسماء الجناحي، ونتمنى لك أيضا نحن الصحة والسعادة ويوم موفق إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، من الأمور أيضا اللي تركز عليها هيئة الصحة في دبي ووضعت الكثير من الإرشادات الخاصة بتنبهات مهمة قبل التوجه إلى المسجد وقبل الذهاب إلى المسجد، دائما مستمعين الأعزاء عدم الذهاب عند وجود أعراض مرضية، وأيضا ننصح دائما كبار السن بالصلاة في المنزل وأخذ أدواتك الخاصة كالسجادة، سجادة الصلاة والمصحف وغيرها، وأيضا احرص على الوضوء في المنزل. هاي من الإرشادات الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية عند الذهاب إلى المسجد. أما بخصوص يعني وجودك داخل المسجد، لا تشارك أدواتك الشخصية مع الآخرين، عدم مصافحة الآخرين باليد، وأيضا احرص على التباعد الجسدي. أما أيضا من الأمور التي يجب يعني أخذها بالاعتبار، عدم لمس المصاحف واستخدام مصحفك الخاص، وفي حالة اكتمال العدد المسموح به داخل المسجد غير وجهتك لمكان أو لمسجد آخر. وأيضا هاي بعض النصائح بخصوص بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد، تجنب التجمع داخل وخارج المسجد، اغسل يديك والأماكن المكشوفة من جسمك عند العودة إلى المنزل، وتفادي تقديم الصدقات والهدايا في المسجد، وقم دائما بذلك من خلال الجمعيات المعتمدة. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء بتكون معايا الأستاذة سهى نوفل، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاها اليوم عن الصيام وأثره على الصحة العامة من ناحية الغذاء. فخلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم سهلة، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما أرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم والصيام وأثره على الصحة من ناحية الغذاء، ومعاي عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل، بتكون معنا أخصائية تغذية سريرية بهيئة الصحة بدبي للحديث عن الصيام وأثره على الصحة من ناحية الغذاء. أستاذة سهى صباح الخير. والسرور، أهلا أخي عبد الله. الله يحييك أستاذة سهى نوفل. طبعا ما تبقى من الشهر الفضيل أيام قليلة، وتقبل الله إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذة سهى، لو نتحدث معك اليوم عن يعني العلاقة، علاقة الصيام بالأنماط الغذائية السليمة، وكيف يعني يتم تحسين الحالة الصحية. أسعد الله صباحك بكل خير أخ عبد الله وجميع المستمعين، وصباح الخير. وفعلا أيام قليلة، لو ربطنا إحنا طبعا كنا بشبه يومي نحكي عن العادات الغذائية للإفطار للسحور، أتناولنا مجموعات مختلفة، فئات مختلفة من الأعمار، كبار السن، أطفال، مجموعة من الأمراض خلال الشهر الفضيل. فإذا جمعنا بس ملخص لهاي المعلومات خلال هذا الشهر الفضيل، الصحية التغذوية اللي إحنا تطرقنا إلها خلال هذا الشهر، نلاحظ أنه فعليا لو إحنا اتبعنا هذه النصائح رح نطلع بفوائد صحية للصيام من ناحية تغذوية، تعالج لي مجموعة من المشكلات الصحية. صحيح. واللي تعتبر زي ما تفضلت نمط غذائي صحي ممكن أمشي عليه في الأيام القادمة. يعني من أهم العادات الغذائية الصحية اللي أخذناها خلال الشهر الفضيل هذا التدرج بعملية تناول الطعام. أنا ما بقدم على وجبتي أتناول الطبق الرئيسي مباشرة، سواء كان نشويات سواء كان بروتينات، لا، أنا بتدرج على المعدة حتى ما أعطي صدمة لمعدتي بعد فترة جوع. مثلا الإنسان، في الناس اللي بتفطر، اللي محافظة على إفطارها في الأيام العادية، بتفطر الصباح بتضلها ما بتتناول ولا شيء للساعة 2 أو 3 لما ترجع من الدوامات، فهي فترة تعتبر طويلة. لما تيجي أنت على الطبق الرئيسي مرة واحدة برضو بتصدم معدتك. الشهر الكريم علمنا التدرج في هذا الشيء. أنا بتدرج ما بين التمر، ما بين أو الفواكه المجففة، بعدين الماء، بعدين الشوربة، بعدين الطبق الرئيسي اللي إحنا نتمنى تظلها هاي كعادة موجودة في جميع الأيام طوال السنة، يكون في طبق الشوربة، طبق السلطة، بالإضافة إلى الطبق الرئيسي. العادات الغذائية كمان اللي جدا استفدنا منها، إن شاء الله نكون استفدنا طبعا خلال الشهر الفضيل، كمان المحافظة على شرب كمية كافية من السوائل ما بين فترة الإفطار وفترة السحور. كنا دائما نحث على المحافظة على شرب كمية كافية، ومن الماء تحديدا أكثر ما هي تكون من المشروبات السكرية اللي عالية بالسعرات الحرارية وعالية بنسبة السكر. فإحنا لو حافظنا على مثل هذه العادات فيما بعد رمضان أيضا بنحافظ على صحة جسمنا. فوائد كثيرة استفدناها من شهر رمضان. الناس اللي حافظت على هاي العادات الغذائية بالتأكيد حتلاحظ أنه نسبة الكوليسترول الضار في جسمها قلت، لأني أنا لما بتجنب الدهون الزائدة، لما بتجنب الأكل بكميات كبيرة، هذا رح ينعكس عندي على تحليل جسمي من الداخل، الخلايا نفسها رح تكون تنشطت، انتعشت، قلت نسبة الكوليسترول في الجسم، وبالتالي بقلل عرضك إلى الأمراض الأخرى. لما أنا بحافظ على تناول التنوع في الطبق الغذائي عندي خلال فترة الإفطار وخلال فترة السحور، وأيضا الامتناع عن الطعام فترة 12 ساعة تقريبا أو أكثر شوي عن الطعام، هذا برضو بنشط عندي خلايا الدماغ، بتصير تتجدد عندي. لما بتتجدد عندي خلايا الدماغ هذا بينعكس على الصحة النفسية، الصحة النفسية، على الاكتئاب. فأنا بالتالي جددت خلال هذا الشهر الكريم من خلايا الدماغ عندي، وبالتالي وزودتها بمصادر غذائية زي ما بحكوا طازجة فريش،
صحيه مش مشبعه بدهون ولا مشبعه بكافيين ولا مشبعه بالعديد من السكريات. اذا هاي بعض الفوائد اللي انا اخذتها من الشهر الكريم. اخذت برضو بعض فائده اني لما باكل وبتدرج في الطعام انا ما بوصل لمرحله الشبع او بيسموها الشراهة في الأكل. أقدم على يعني لما أنت بتيجي على الطبق الرئيسي مرة واحدة أنت بتاكل لأنك جوعان بدون حسبان، فبتمتلئ المعدة وبتشعر بالشبع مباشرة. فلا، بهذا الشهر الكريم إحنا كنا نتدرج بأخذ جزء من الطعام، نروح نصلي، نرجع نأخذ بقية الطبق. فلو بتلاحظ أنت لما الناس اللي اتبعت فعليا هذه النصائح كمية الطعام، أنا لما أقارن صحن الرز اللي كنت أتناوله في غير رمضان ويكون هو الطبق الرئيسي مباشر أقدم عليه مع طبق الرز اللي كنت أتناوله في رمضان مع اتباع هاي العادات الصحية، حيكون الطبق نفسه صارت كميته أقل. وهذا اللي إحنا بنسعى له ونتمنى له، إحنا نعود جسمنا. أنا ما بحرم جسمي لكن بعوده على عادات غذائية صحية، على تناول وجباتي بانتظام بالكميات اللي فعليا فعليا أنا بحتاجها وما تزيد عن احتياجاتي. صحيح. ونحن طبعا استاذة سهى، يعني مثل ما ذكرتي خلال الشهر يعني حلقات كانت مكثفة الحقيقة من قبلكم أنتم كإدارة تغذية في هيئة الصحة، وركزتوا كثير على هذه الجوانب المهمة. ومثل ما ذكرتي يعني التوازن في الطبق اليومي سواء في الوجبات الإفطار أو السحور مهمة، لأن مثل ما ذكرتي أن نحن الجسم يحتاج إلى كل العناصر الغذائية، ولكن مهم أن نحن نعطي الجسم الكمية اللي يحتاجها والكمية أيضا المتنوعة. فنتمنى ايضا يعني نضم صوتنا بصوت الاستاذة سهى ان يعني الناس استفادت الحقيقة من كمية المعلومات اللي تم تقديمها من يعني من خلال برنامج صحة وسعادة، بالاخص لجانب يعني التثقيف الصحي في الغذاء والنمط الغذائي السليم. الاستاذة سهى، لو نتحدث معك ايضا يعني من الجوانب المهمة، كيف يعني يمكن أن نتحول يعني من نمط غذائي غير سليم إلى نمط غذائي سليم يعزز طبعا هذا الصحة العامة للإنسان؟ طبعا هو إحنا إذا حرصنا على هذه العادات الغذائية أنت تلقائي بتبلش تحول عندك بالتدريج نمط حياتك من نظام غير سليم إلى نظام سليم. أنت هذا الناس لو أخذنا بس مثال واحد على هذه الفكرة، المدخنين، الناس اللي متعودة تدخن طوال اليوم هي عم بتدخن، هاي عادة أو نمط غير سليم أو عادة غير سليمة. لكن لما في الشهر الكريم أنت عم بنقطع عن فترة التدخين من الفطور من السحور إلى الفطور، صح ولا لا؟ فإذا هاي فترة طويلة، إذا هو قادر على إنه يمتنع عن التدخين بالتدريج. في يعني هذا أعطى حافز إن أنا بقدر أمتنع عن التدخين. اللي بيدخن مثلا باكيت كامل بيصير يدخن كمية أقل. إذا هاي إحدى العادات اللي أنت بتدرج نفسك عليها وبتتبعها وبتنتقل من عادة غير سليمة إلى عادة سليمة. الناس اللي متعودة تشرب العصائر بكميات كبيرة، متعودين يشربوا المشروبات الطاقة، الكافيين بكميات كبيرة، إحنا طوال الشهر كنا نحفز ونحكي اشرب العصائر الطازجة، فأنت هو العصائر اللي فيها نسبة السكر قليلة، أنت هون برضو غيرت من عادة غير صحية إلى عادة صحية. الناس اللي ما بتتناول الألياف نهائيا، سواء كانت عن طريق السلطة، سواء كانت عن طريق الخضار المجففة، عفوا الفواكه المجففة أو شوربة الخضار، الشوربات بشكل عام، هاي العديد من الناس بس بتحرص على أنها تتناولها في رمضان. لا، أنا هون عندي هاي عادة صحية، هاي عادة سليمة، هذا أسلوب حياة صحي وسليم بيحميني من العديد من الأمراض، العديد من أمراض الجهاز الهضمي، وجود الألياف، بالإضافة إلى أنه مصادره بتعطيني فيتامينات ومعادن لازمة للكثير من العمليات الحيوية. هلا هاي العادة الصحية السليمة أنا لو أني أتبعها خلال بقية أيام السنة، يبقى أنا انتقلت من عادة غير سليمة إلى عادة سليمة، حولتها إنها تستمر طوال العام. الطبق هذا الألياف، الفواكه المجففة أو الفواكه بشكل عام تتواجد طوال السنة على المائدة، فأنا دخلت برضو عادة غذائية صحيحة وسليمة. الأكل ببطء، الأكل بالتدريج، هاي عادات صحية سليمة أنا بدخلها على نظامي وبتستمر معاي
طوال العام وليس في شهر رمضان الكريم فقط. نعم أستاذ سهى، طبعا احنا ان شاء الله يعني مقبلين على ايام العيد الفطر ان شاء الله، فنستغل يعني وجودك معنا اليوم لو حابه تقدمين بعض النصائح يعني عامة علينا أن نعمل بها بعد شهر رمضان المبارك. إن شاء الله تعالى العيد على الأبواب، بس لو حكينا نصائح بسيطة بشكل عام عن استقبال العيد أو ما بعد رمضان، إن شاء الله نحرص الحرص الشديد على تناول الإفطار بشكل يومي وبشكل بالصباح في بداية أيام العيد. نحرص على الابتعاد عن الموالح بشكل عام، في ناس عندها طبق الموالح لازم يكون أول أيام العيد، لا إحنا نقلل منه، نقلل من نسبة السكريات العادية، لأنه أنت جسمك تبرمج خلال الشهر على أكل صحي، أكل متوازن، قليل الدهون، قليل الملح المعتدل، ما في السكريات العالية. فأنا ما أجي أصدمه في بداية أول أيام العيد على نسبة سكريات عالية، دهون عالية، أملاح عالية، وبالتالي أتعرض إلى مشاكل الهضم أو الغثيان والأشياء هذه. فإحنا نركز في أول أيام من العيد بعد رمضان على التدرج في الطعام برضو، عشان أنا ما أصدم جسمي في العادات الغذائية الخاطئة. أحاول أمشي على نفس النموذج اللي أنا كنت ماشي عليه خلال الشهر الكريم، أخفف من كمية الكافيين اللي أنا من بيت لبيت، في ناس بتتنقل مع أنه في هاي الأوضاع الناس ما بتتنقل كثير، لكن لسه ما زال في بعض الناس تتزاور، تشرب كثير من القهوة، تشرب العصائر، الضيافة يعني الكعك، الحلويات. فلا أنا هيك بدي إلى يصير عندي بعض اضطرابات في الجهاز الهضمي، فنكون حريصين على التوازن في الرجوع إلى البرنامج العادي بالتدريج. نعم أستاذة سهى نوفل أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل موضوعنا اليوم عن أيضا الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال، وبتكون معي عبر الهاتف اليوم الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس قسم الصحة أو صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. بإمكانكم التواصل معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعينا الأعزاء، من بين الأمور الصحية بالغة الأهمية التي تحرص عليها المؤسسات الصحية ومنها أيضا هيئة الصحة بدبي، تأتي عملية تطعيم الأطفال ضد الأمراض المختلفة التي قد تؤثر على سلامة الطفل وصحة الطفل وحياته أيضا. وتطعيم الأطفال في حد ذاته هو أحد المسارات المهمة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة. للمزيد أو المعرفة حول هذا الموضوع يسرني الحقيقة ويشرفني أن تكون معايا اليوم الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة صبحت الله بالخير والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور وتقبل الله تعاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، شكرا على هذا التقديم الجميل. نعم الله يسلمك دكتورة، بالعكس نحن شرفنا وسعيدين جدا
وجودك معنا في برنامج صحة وسعادة، وللتطرق أيضا لعنوان فقرتنا اليوم، البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال. مثل ما ذكرنا بأن دكتورة يعني برنامج التطعيم يعتبر من الأمور الصحية المهمة يعني للمجتمع بشكل عام، ولكن نحن اليوم تركيزنا على سلامة وصحة الطفل. لو تحدثينا دكتورة عن المنظومة هاي، منظومة الرعاية الصحية الخاصة بالطفل في هيئة الصحة بدبي. إن شاء الله. مثل ما تعرفون هيئة الصحة بدبي لها يعني اهتمام خاص بالأطفال. هالاهتمام تبدأ من قبل الحمل. إحنا نقول زين لازم الأم يوم تخطط تحمل لازم تروح لعيادة الرعاية الصحية الأولية، لأن عند التخطيط لأي الحمل لازم الأم تبدأ تأخذ فوليك أسيد. هذا وايد مهم عشان يكون عند الطفل سليم. فإحنا نبدأ الرعاية من قبل الحمل. زين بعد ما يأخذ الأم فوليك أسيد وإن شاء الله ما تحمل، في عندنا إحنا نسوي الرعاية دورية، فحوصات عشان نتأكد على سلامة الجنين والأم. عقب الولادة الهيئة ما شاء الله موفرة خدمات من ما قبل الحمل لين بعد الولادة لين ما يكبرون. عقب الولادة في الهيئة شو نسوي لهم؟ أول ما يولد الطفل نسوي لهم فحص السمع عشان نتأكد إن الطفل هذا سمع سليم. نسوي لهم فحوصات للأمراض الوراثية والجينية، نتأكد من خلوهم من هالأمراض، لأن إذا الطفل عندي أي مرض وإحنا سوينا يعني بدأنا كشفنا المبكر عن هالمرض نيلس نعالجهم من قبل ما الطفل يستوي. يعني زمان شو كان الطفل يصاب يكون مريض يستوي له مضاعفات يجون مستشفى عشان يعرفون شو سالفة. الحين لا الحمد لله والله الحمد، هالفحص يبين إذا الطفل عنده أي مشكلة وبعدين إحنا ندخل بسرعة عشان ما الطفل ما يستوي له مضاعفات أي مرض. هاي ميزة الفحص المبكر. الخدمة الثانية اللي بعدين نقدم فحص البصفار. البصفار بحد ذاته شيء ما يخوف، ولكن إذا ارتفع درجة عالية ممكن يأثر على مخ الطفل. فأطفال عقب الولادة يجون عندنا في الرعايات مراكز الرعاية الصحية الأولية شيء كذا بصفار في معدل أوكي ولله، شو الأشياء اللي يحتاجون، لأن ما نبغى الطفل يكون مولود سليم وبعدين يستوي له مشاكل ثانية. وبعدين لي على تطعيم. التطعيم مثل ما تفضلت وايد وايد مهم، هو قصة نجاح عالمية في مجال الصحة والتنمية، لأن نعرف مثل ما تفضلت أن التطعيم ينقذ أرواح الملايين من البشر كل العام. صحيح. اللقاحات تحد من مخاطر الإصابة بالأمراض من خلال العمل مع الدفعات، يعني لما إحنا نأخذ أي تطعيم يتكون عندنا أجسام مضادة للأمراض عشان يدافع، يعني يسوون لهم حماية للجسم من الأمراض اللي إحنا ممكن نتعرض لهم في المستقبل. التطعيم يعني إحنا نطعم الأطفال فوق 20 طفل، يعني 20 طفل نوع من التطعيم عندنا. نبدأ التطعيم من الولادة. نعم. الطفل عقب الولادة على طول يعطونهم تطعيم ضد الدرن والكبد البائي بي على شهرين. الطفل هي عندنا مرة ثانية عشان يحصل اللقاحات الثانية. هنا نعطيهم ثمان أشياء، إبرة واحدة فيها ست أشياء: شلل الأطفال، دفتيريا، كوزاز، تيتانوس، كبد البائي، سعال الديكي، في مرض اسمه مستديمة النزلية. هذا كانوا زمان لما احنا تونا متخرجين كل الأطفال كانوا يون عندهم التهاب السحايا بسبب هالبكتيريا، الحمد لله ما نشوفها حاليا هالأمراض. وإبرة نعطيهم ضد التهاب الرئة، والتطعيم الروتا اللي بالفم يعطونه عن طريق القطور في الفم الطفل عشان ما يستوي له إسهال الله يعزك وزواع. نعم. بعدين عندنا تطعيم نفس التطعيمات نكررهم في شهر الرابع والسادس. نعم. لأنه لما طفل يكمل عمره سنة يكمل سنة عامل الأول نسوي هني نعطيهم تطعيم ضد الجدري والحسبة، حسبة الألمانية والنكاف والخازبات. على عمر السنة لأن الطفل خلاص بدأ الحين يأكل لازم نتأكد أن الطفل يأكل أكل سليم، فنسوي لهم تحليل عشان نتأكد أن الطفل ما عنده فقر الدم. أي طفل يكون عمره سنة قبل التطعيم يسوي تحليل فقر عشان تأكد أنه ما عنده فقر الدم، لأن فقر الدم ممكن يؤثر مستقبلا على تطور الطفل وعلى ذكائه يعني أكاديميك بيرفورمانس. صحيح. وبعدين نعطيهم تطعيم على عمر سنة ونص. كنت أبغى أحب أخبر الأطفال الأمهات والآباء إذا يسمعوني إن في موقع هيئة الصحة عندنا شيء للتطور النمائي. أتمنى إن كل الأم والأب إذا عندهم طفل عمره ما بين 9 شهور لست سنوات يدخلون موقع هيئة الصحة يشوفون إن الهيئة مسوية استبيان باسم براعم. هذا يخص أي طفل من عمره 9 شهور لست سنوات. الأهل يدخلون الموقع
وبعدين يكتبون اسم عمر الطفل يطلع لهم استبيان. هالاستبيان لا يعني متعلق بالسلامة، السجل الصحي للطفل. لما الأهل يسوون إحنا نشوف النتيجة في الهيئة، وهم يوصلهم تقرير إذا الطفل سليم ولا لا. بس دكتورة فاطمة، ذكرتي أنت جانب مهم بخصوص موضوع يعني مبادرة براعم. لو نتكلم أكثر يعني شو الاستبيان هذا، وشو المعلومات اللي موجودة اللي ممكن يعني سواء الأب أو الأم تعبيه الاستبيان، وشو النتائج يعني اللي ممكن يحصل عليها الأم والأب اللي هو يفيد يعني مثلا صحة الطفل، وأيضا يفيدكم أنتم دكتورة كفريق طبي لي يعني إذا كان يعني هناك بعض المؤشرات اللي يحتاج فيها الطفل إلى بعض التدخل العلاجي. إن شاء الله. حاضر، أنا بعد ما بس بكمل التطعيم وبكلمك عن البراعم دي. تفضل. على عمر عقب سنة عندنا سنة ونص تطعيم جرعة منشطة اللي حسب الألمانية، وبعدين نعطيهم شلة الأطفال وتطعيم ثلاثي، وبعدين في على 5 سنوات تطعيم. عقب 5 سنوات على عمر 13-14 سنة البنات يعطونهم التطعيم ضد سرطان عنق الرحم. على عمر 15-16 سنة في تطعيمين يعطون في المدارس. وإذا إحنا تأكدنا أن الطفل أخذ كل هالتطعيمات نكون تأكدنا أن عندنا جيل صحي ولله الحمد، وما نخاف عليهم، ممكن يدخلون مدرسة، ممكن يسافرون، ممكن كل شيء. بالنسبة للشيء الثاني اللي أنا قلت أن براعم، ها براعم صراحة وايد. إحنا زمان كنا نشوف الأم تي تقول مدرسة ما قبل الطفل لأن الطفل ما يتكلم عنده، أو مدرسة لأن يكونهم تقييم. نعم صحيح. المدرسة أولهم تقييم، فأحين الحمد لله إحنا ما نبغى نوصل لهالمرحلة. من 9 شهور إحنا نطلب من الأب والأم أن يدخلون موقع هيئة الصحة يعبون استبيان باسم براعم. هالاستبيان حسب مراحل عمرية للطفل، يعني طفل العمر 9 شهور يطلع لهم أسئلة غير عن طفل العمر سنة، على سنة ونص، في على سنتين ونص لين عمر 6 سنوات. لأن كل طفل يعني لعمر معين له أشياء تطورات نمائية مختلفة عن العمر اللي تليه. صحيح. فبالتالي لما الأم تي لاستملي هاي تطلع لهم تقرير، يقول لها التقرير يبين لهم أن الطفل سليم، خلاص لا خلاص ما في شيء، كل شيء أوكي. إذا الطفل غير سليم يكتب لهم أخذوا طفلكم لأقرب عيادة عندكم، عيادة الأطفال. ونحن في الهيئة بنشوف في السجل الصحي، مو مال الطفل، مو شرط نفتح ملف الطفل، عندنا شيء في سلامة اسمه باسكت، يعني أنا المعنية بالأطفال أشوف البسكت مالي هل الطفل سوى براعم ومو بوكي، على طول نتصل فيهم ونخليهم يجون ونجلس مع الأهل ونناقش وياهم موضوع تطور الطفل. جميل. يعني دكتورة أنت أيضا يعني تشجعين الأم والأب لي يعني الاستفادة من مبادرة براعم اللي أطلقتها واللي موجودة هيئة الصحة بدبي، لي يعني معرفة إذا كان هناك بعض المشاكل أو بعض الأمور السلوكية اللي ممكن من خلالها يعني تعطي بعض المؤشرات للفريق الطبي لي يعني وضع خطة علاجية مسبقة قبل أن يتم يعني تطور الحالة. طبعا، لان اي تدخل مبكر هم في الامريكان يسمون يقولون اذا انت اليوم يعني هم، لان هالاستبيان عندهم ب$7، احنا لله الحمد الحكومه ما مقصره، كل شيء فري لكل الحال، يعني مواطنين مقيمين حتى ناس من خارج الدوله يستخدمون براعم. فهم يقولون if you spend $1 $7 او يعني اذا انت الحين صرفت $7 عشان هالاستبيان بتقي الطفل بعدين 100,000 مئات الآلاف الدولار اللي بعدين تدفع عشان العلاج وعشان الأشياء. صحيح. أتمنى الأهل يستغلون هالخدمات المتوفرة ولله الحمد مجانا. يعني هو جانب أيضا. وبعدين دكتورة يعني ممكن أن يعني من خلال التقرير مثل ما تفضلتي بأن يعني مباشرة الأهل ممكن أنهم يحصلون على التقرير، والتقرير هذا أكيد بيفيدهم يعني يعطي بعض المؤشرات عن الطفل إذا كان الطفل سليم والنتائج سليمة، يعني شيء جيد. ولكن إذا في بعض الأمور اللي تحتاج إلى تدخل مثل ما ذكرتي، فعلى الأم أو الأب يعني الذهاب لأقرب مركز وعمل موعد وبدء يعني العلاج للطفل إذا كان يحتاج تدخل علاجي. احتمال يكون مرات دكتورة مش تدخل علاجي، مثلا سلوكي أو يعني. نعم تدري الأستاذ، عن إحنا ساعات نشوف الطفل جاي الأم تقول الطفل ما يتكلم،
والمشكلة إن الأم تشتغل والأب يشتغل، الطفل المسكين قدام أمام شاشة التلفاز 12 ساعة. الحين منظمة الصحة العالمية كل مكان يقولون زيرو تو من البلاد اللي سنتين ممنوع الطفل يشوف أي موبايل أي فيديو أي تلفزيون أي شاشة، يعني حرام. أتمنى الأهل يعرفون هالمشكلة، لأن إحنا عندنا وايد مشكلة التأخر في النطق، مشكلة عالية جدا. فأتمنى إن أهل يعرفون إن الموبايل والتليفون والكمبيوتر الشاشة ممنوع زيرو تو تو من البلاد اللي سنتين ممنوع الطفل يتعرض لهالأشياء، بليز، من طبعا 3 إلى 5 سنوات ساعة يوميا. تخيل صحيح إحنا عندنا أطفال من حديثي البلاد طول الوقت مساكين قدام التلفزيون أو صحيح، الكمبيوتر أو آيباد. وأكيد طبعا يعني إذا تم يعني منع هذا الطفل أو يعني عدم التعرض للشاشة، هاي أكيد دكتورة هناك في أضرار يعني قد يعني يحصل عليها الطفل، سواء أضرار للعين أو أضرار للدماغ. فلهذا السبب دائما يعني منع الأطفال ل يعني مشاهدة هاي النوع من الأجهزة الإلكترونية اللي فيها أيضا أشعة ضارة، طبعا أكيد بيأثر على الطفل بشكل عام. نعم. دكتورة، حابين الحقيقة يعني من خلال حديثنا معك اليوم عن البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال، لو نتحدث عن أهمية التطعيم اللي توفره هيئة الصحة بدبي بشكل لتعزيز وقاية الأطفال ضد الأمراض اللي ذكرتيها دكتورة. إن شاء الله. أنا بقول للأهل بليز التطعيم حق من حقوق الطفل، يعني لا مو على كيفهم الآباء والأمهات. في أم تقول أنا ما أبي أطعم الطفل أنا سمعت شيء، لا بليز لازم يعرفوا أن التطعيم حق من حقوق الطفل، ويعاقب الوالدين إذا منعوا الطفل من التطعيم حسب قانون وديمة. التطعيم واحد من أفضل الاستثمارات الصحية. تدري إن إحنا لما نطعم الطفل نطعمه وخلاص، بس إذا الطفل هذا أصاب أبسط شيء من مرض الحصبة مثلا، الحصبة لها مضاعفات كثيرة، ممكن الطفل يدخل في العناية المركزة، ممكن يأثر على المخ على الرئة على السم وايد أشياء. صحيح فبعدين يعني يقدرون يجنبون هالمرض. إحنا لما نطعم يعني تطعيم أحسن استثمار صراحة. لما نطعم الأطفال مو يعني تطعيم إن نقي الطفل نفسه، إن نقي المجتمع. ليش التطعيم فري مجانا؟ يعني ما شاء الله الدولة موفرة أفضل تطعيمات، وحتى الأهل يلاحظون لما إذا صاروا عيادات خاصة التطعيم كل زيارة فوق 1000 درهم، لأن فعلا التطعيم وايد غالي، بس الدولة موفرة تطعيم مجاني لكل الأطفال عشان الوقاية خير من العلاج. أي طفل مثلا إذا استوى في جدري، تخيل إن الطفل ما أخذ تطعيم استوى في إصابة جدري، تشوهات في الجلد في الوجه، طفل لما يكبر يكون عنده عقد من شكل وجهه، غير ما مضاعفات ثانية يستوي لهم. كان زمان في مرض منتشر التهاب السحايا في الأطفال، هذا التهاب السحايا بكتيري كان يؤدي إلى فقدان السمع. كنا كل يوم الأطفال يدخلون المستشفى نسوي لهم فحوصات عشان فيها. الحمد لله من يوم ما دخلنا هالتطعيم ما نشوف. زمان كان مستشفيات أسرة، ما في أسرة بسبب المرض الروتا، كل طفل يدخل صحيح مستشفى عندهم الله يعزك زواع وإسهال، وما في أسرة في المستشفى بسبب هالأمراض. من يوم ما دخلنا تطعيم روتا ولله الحمد ما في. يعني فأبغى أعرف الأهل يعني يقدرون هالقيء النعمة اللي الله سبحانه وتعالى من علينا. الدولة ما شاء الله موفرة، وأي شيء أفضل شيء ما مقصرين تجيب لنا لأطفالنا. فخلي يبادرون، ما أبغى حد يخاف اللي يقول إن أنا أخاف أطعم عيالي. ليش؟ لأن هاي مسؤولية، ما أعتقد حد يجيب شيء يضر الطفل. لما إحنا نطعم طفلنا مو بس نحمي نفسنا، نحمي مجتمعنا عشان نبي نكون مجتمع صحي آمن. صحيح أيام ما استوى كورونا ناس كانوا كل يخافون إن يطلعون يطعمون عيالهم. هيئة الصحة بدبي شو سوت؟ فتحت عيادة كلين كلينيك، صحيح، العيادة الخضراء. اللي نعم خلينا هالتطعيم تكون عيادة نظيفة كلين، صحيح سميناها عيادة نظيفة. يعني في ناس جالسين إلى الآن من العام، الحين كملنا أكثر من سنة، أبريل في شهر أبريل 2020 فتحنا هالعيادة، لأن الناس كانت تخاف تروح تطعم عيالها بسبب كورونا. هالعيادة وايد فيها إجراءات وقائية، ما يدخلون كل حد، يفحصون الطفل والأهل قبل ما يدخلون العيادة عشان نضمن كل اللي موجودين في العيادة يكونون بخير وعافية، ما حد فيه مرض. وبعد لأن إحنا كنا خايفين، إحنا خايفين من كورونا تنتشر أمراض ثانية إذا ما طعمنا العيال. الحمد لله هال بعد ما فتحنا العيادة فقدنا الأهل، وتم قاموا الناس يجون العيادة يزورون. حاليا فوق 670 طفل يوميا يجون الحمد لله ياخذون تطعيم، لأن إحنا تطعيمات
الوقاية مال الأطفال وايد مهم بالنسبة لنا عن التطعيمات الثانية. صحيح. مهم جدا أن يأخذون في وقت المناسب. يعني مثلا تطعيم الروتا إذا الطفل كمل شهرين أو كمل 3 شهور ونص وأربع شهور ما نقدر نبدأ الروتا. فوايد مهم أن الطفل يجي على الموعد اللي يعطون ويستفيد من التطعيمات المتوفرة في الوقت المناسب. نعم. دكتورة، طبعا دكتورة فاطمة، أنت ذكرتي خلال حديثك كثير الحقيقة على أهمية التطعيم للطفل، وأيضا يعني ذكرتي على الأم أن تحرص وأيضا تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأنه يعتبر أيضا حق من حقوق الطفل تطعيمه. دكتورة، لو في خلال يعني الآخر يمكن دقيقة عندنا تحدثينا عن أهمية الالتزام بمواعيد التطعيمات المختلفة. إن شاء الله. التطعيم يعد التطعيم وسيلة مأمونة وفعالة للوقاية من الأمراض وإنقاذ الأرواح، والحمد لله إحنا عندنا يعني أنا مثل ما تكلمت وايد في عندنا أمراض ولله الحمد حاليا ما نشوفهم، مو معناته ممكن ما نشوفهم، لا، إذا إحنا ما كمل إذا إحنا ما رسرنا عن التطعيم ممكن تنتشر نفس الأمراض مرة ثانية، حرام. عندما احنا انا بقول لهم لما احنا نطعم عيالنا مو بس احنا نحمي انفسنا، نحمي مجتمعنا، نحمي كل الناس اللي حوالينا. واكثر دليل شوفوا تطعيم جائحه الكورونا استوى الحين علاجهم بالتطعيم، فالتطعيمات اللي عندنا من سنين يعني ومسوين لهم ابحاث واشياء، تطعيم شيء امن جدا. التطعيم تشكل الاساس للامن الصحي العالمي، وتكون اداه حيويه في المعركه المناهضة للمقاومة ضد الميكروبات والفيروسات. فهو التطعيم يعني صراحة شيء إن إحنا نقدر نساعد الأطفال ونساعد المجتمع بأخذ الطفل لمراكز التطعيم. أتمنى ما يبخلون على أطفالهم الآباء والأمهات وهالشيء. إن شاء الله. دكتورة فاطمة سلطان العلماء، استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي، شكرا دكتورة وشكرا على جهودكم الكبيرة الحقيقة، وانتي فريق عملت بموضوع البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال. وأنا أشكركم على إتاحة الفرصة لي أن أتكلم، جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. العفو دكتورة. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد حديثنا مع الدكتورة فاطمة سلطان العلماء حول أهمية موضوع التطعيم لفئة الأطفال والبرنامج الوطني للتطعيم، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم، ونتمنى إن شاء الله أن اليوم قدمنا لكم معلومات صحية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أشكر فريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.